لك شوفي شو صاير. شو صاير؟ بس يجي ابو محمد بتعرفوا شو فيه. لك شو بك شو بك عم تعيط وصعبيت شو بك؟ لك شو صاير بأنصاف الليالي؟ حدا مات؟ نخوي والمرجله راحت من عند رجال. يا باطل يا لطيف لك شو صاير؟ صاركن جوز بنتك يلي حاوي عرضك ما في غير رايح جاي عم يخفي عند عزيزه. لحظه صهري صار عم يخفي عند عزيزه. يا سيدي رايح جاي عم يخفي، واذا مالك مصدقني تركت لك باب المرقص مفتوح شاطروت عم يكجلوك. لك يا دافع البلا لك هذا ما بيجوز ما بيجوز بنوب. شو بك يا صمصوم القلب؟ شو عم يصير معك؟ ورطه هلا أنا بورطة يا عزيزي ما عم بعرف أطلع منها. ورطة كبيرة كتير. شبك طارق؟ بغوشتني. طب احكي لي شو القصة؟ أرطي لو لسه هداك رافش لي حاله مثل الطاووس. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم والله ما بيجوز هذا الحكي. واللي خلق المخاليق مو ظابطه يمسكها مسك اليد؟ لكن النبي شاف الفضيحه بعينه وغطى بعبايته، ما بيجوز حدا يحكي بحدا. الله يلعن ابو شغبه لهالقصه. لك يا جماعه شو صاير شو القصه؟ اليوم مشكله راسي نعم. ولك طبشتهم طبشتهم وحطيته على عينها. لك يخرب بيتك من حالك يخرب بيتك من حالك شو فوتك هالفوته؟